وأتطلع لأن أتحمل المسؤولية خلالها. تماما مثل الأمية، أتعهد بأن ننهي هذه الأمية اللي أصابت 30% من شعب مصر في خلال السنوات الأربعة فترة الرئاسة. هناك أمور كثيرة نستطيع أن نتعهد بها بجدية ونستطيع أن ننفذها. هذه ليست وعودا وإنما تعهدات والتزامات، وسوف نقوم بها من اليوم الأول بطريقة حكم جديدة، إدارة جديدة لا مركزية، خطط اقتصادية فيها إبداع وفيها تعامل مع العالم ومع المنطقة من حولنا. وأنا في موقعي ومن موقعي أستطيع أن أتحدث بثقة أنه يمكن لي أن أسهم إسهاما قويا وفوريا وفاعلا في الحصول على التمويل اللازم لكل هذه المشروعات في المجالات المختلفة اللي ذكرت لكم بعضها اختصارا. يا اخوانا، سواء الصحفيين والصحفيات او المواطنين هنا، احنا بنعاني من البطالة. البطالة 25% من الشباب مسته هذه البطالة، و 12% على مستوى الجمهورية كلها وفي كل الأعمار تمسهم أيضا البطالة. ضروري إذن من أن تكون البطالة أساسا للخطة الاقتصادية وفرص العمل تكون متاحة من المشروعات الكبيرة، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إعادة النظر في كفاءة الملفات الأخرى مثل الزراعة والصناعة وغيرها. اقترحت بدل للبطالة هو نصف الحد الأدنى للأجور ولفترة عام على الأقصى، من خلاله يتم إعادة تأهيل العاطلين حتى يمكن أن يتحققوا بسرعة ويحصلوا على فرص عمل بالتنسيق بين الحكومة وبين الصناعة والقطاع الخاص. ولابد أيضا أن احنا نعتني في هذا الشأن في فرص العمل في الخارج سواء في الدول العربية أو في غيرها، وتأهيل العمالة المصرية من خلال إعادة التدريب وإعادة التأهيل. تأهيل هذه العمالة سيفتح الأبواب بطريقة سليمة للمواطنين والمواطنات من مصر أن يحصلوا على الوظائف وفرص العمل الطيبة مع احترام ذاتهم وكرامتهم وحقوقهم وحمايتها من جانب الحكومة المصرية. انه مصر في الستين سنة اللي فات لها فرصتين كبيرتين، ثورة 52 وانتصار اكتوبر سنة 63. هذين الحدثين الكبيرين فتحوا افاق عديدة امام مصر والمصريين، ولكن وجدنا انفسنا مرة اخرى سنة 2011 والامان تضيع والافاق تضيق. احنا لا نريد ان نفقد فرصة اللي قدمتها ثورة 25 يناير بإعادة الفتوة والعنفوان إلى مصر. يعني اللي عملته ثورة 25 يناير بأنها طالبت بالتغيير وطالبت بالإصلاح، إنها الحقيقة عادت إلى مصر وجها فتيلا وجها نشطا بدلا من الوجه الخامل اللي كانت انتهت اليه مصر في السنوات الاخيره. هذه الدوره اللي بتقضي بالتغيير الجذري لنظام الحياه الحكوميه والاداريه والسياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه في مصر تتطلب منه ان احنا ننفذ ذلك وان يكون لدينا رئيس وحكومه ونظام عام ومؤسسات كلها تسير في هذا الاتجاه. وانا ارى ان هذا امر ممكن
وامر نحن قادرون عليه ونحن سوف ننفذه. وانا من جانبي اذا انتخب اتعهد بتنفيذه وبتنفيذ دقيق بحيث يختلف الحال بنهايه السنوات الاربعه عن بدايتها والحركه نحو اعاده بناء مصر كلها في السنوات القادمه. انما يجب نعرف كلنا ونصارح بعضنا البعض انه 4 سنوات هو لوضع مصر على الطريق الصحيح نحو المستقبل، انما ستظل البرامج الخطط السياسات عامله لسنوات طويله، ويجب ان احنا نشتغل على اساس مصر سنه 2050 ونتوجه الى مصر سنه 2050 ونعمل كل ما نستطيع في ال 30 سنه اللي جايه او ال 40 سنه اللي جايه حتى تعود مصر الى الرياده والى اعتبارها بلد متقدم وعلى راس الدول النامله وواحد من الدول اللي بيسموها النمو السياسي الاقتصادي. واحنا قادرين على هذا. وانا عايز اقول لكم انه ارجو ان تثقوا بان لمصر والمصريين القدره الكامله في الحقيقه على تغيير الواقع وعلى التقدم نحو المستقبل وعلى تحقيق الامال المطلوبه وعلى تنفيذ الخطط التي نعرضها عليكم من مشروعات من مشروعات ومن امور تتعلق بالمستقبل وتتعلق بالعمل الجدي. نحن ناس جادون والجديه مطلوبه واحنا سنتقدم الى الامام ان شاء الله لتنفيذ هذه الرؤيه. رؤيتي لمصر القادمه وهي رؤيه ثوريه تتمشى تماما مع اهداف الثوره مطالب الثوره ومطالب مصر والمصريين. الان معنا عدد من الصحفيين ارجو ان يسمح الواقع لهم انهم يوجهوا الاسئله. شكرا. بنمثل كل محافظات مصر في المنطقة دي. عايزين حضرتك تشرح لنا هتقدر تتكلم على تعمل ايه في العشوائيات مش عندنا بس على مستوى مصر كلها. وربنا يوفقك يا رب. عشان كده اسمع زي ما انت شايف انا جيت هنا مرتين. وقريت على عدد كبير من العشوائيات ومن الكرة والشكوى من التفاهل والتهميش هي شكوى عامة ليس هنا فقط ولكن في مختلف أنحاء مصر من الصعيد الوقت البحري هي العشوائيات حول المدن. ضروري الحقيقة من إن إحنا نتعامل مع المواطنين هنا من مطلق أن لهم احتياجات أساسية في تملكهم لأرضهم في وجود الخدمات لهم يتعلق بالملكية فيما يتعلق بالحياة فيما يتعلق بالخدمات فيما يتعلق بكيفية كل الخدمات. وانا داخل هنا اهو حد قال لي الكهرباء فعلا وغيرهم وغير كده الغاز غير كده المية غير كده النظافة كل هذه الامور تتعلق بالمواطن في العشوائيات. يعني في مسائل اساسية والبرنامج مليء من الاقتراحات الخاصة بكيفية التعامل معها زي موضوعات الخدمات الناقصة
الخطوات التي ستتخذها باذن الله في حاله الحصول على التطور. ما هي الخطوات التي ستتم اتخاذها فورا لعلاج المشكلات التي تمر بمصر؟ كما ذكرت في مداخلتي انه هناك برنامج ال 100 يوم الاولى يختلف عن برنامج المدى القصير والمدى المتوسط والمدى الطويل. تمام، برنامج ال 100 يوم الاولى حتى يمكن عدد من الامور تعرف الناس لسوء ادارتها. يعني ضروري من ان احنا نبدا من اليوم الاول لاعلام الاختناقات الموجوده، لاعلام الازمات والازمات، اداره الامور البسيطه التي لا تحتاج لا الى قروض ولا الى اموال من الخارج، انما يمكن لك عن طريق قصف اداره الامور. دي مساله اساسيه، وفي ال 100 يوم الاولى ضروري من الانتهاء من هذا التباين من هذه القروض البسيطه حتى يمكننا ان نتوجه بعد ذلك الى السياسات الكبيره الخاصه باعاده بناء الاقتصاد، اعاده بناء الوضع الاجتماعي والوضع السياسيه والحكوميه في العراق. رئيس هيئة موقع الجمعة، أتحدث عن حضرتك عن العلاقات المصرية الإسرائيلية. تحدثت عن القضايا الخارجية ولم نتطرق في البرنامج عن العلاقات الخارجية. فماذا عن اتفاقية كامب ديفيد وماذا عن العلاقات الإسرائيلية المصرية؟ البرنامج طبعا فيه جزء عن السياسة الخارجية وجزء تفصيلي عن السياسة الخارجية. أنا سؤالك سؤال مهم. أولا كامب ديفيد كوثيقة تعتبر مدعية ماتت غير مطبقة وليس لها دور في أي حركة سياسية في المنطقة من فترة سابقة إلى خلاص. أنا الآن صرحت لأكثر من مرة وأنا في أكثر من مرة كم ديفيد وثيقة لا وجود لها في المجال السياسي في المنطقة. نقوم بدلها التزامات أخرى، وأنا أعلم أن مصر سوف تلتزم بالمبادرة العربية وسوف تلتزم بكافة التزاماتها القانونية في مقابل الالتزام من الجانب الآخر. وإحنا ضروري في مرحلة إعادة بناء مصر أن تكون لنا سياسة إقليمية وخارجية رصينة، منها أن حق الشعب الفلسطيني لا يجب التلاعب به، وأن دولة فلسطينية يجب أن تقوم. في إطار سياسة حضرتك الخارجية، عايز أسأل حضرتك أنت أكثر واحد بيكون تنسيق بين ملف السودان، عايز أسأل حضرتك إيه رؤيتك للعلاقات مع السودان وأفريقيا ورؤيتك للصراع الدائم بين شمال وجنوب السودان الآن باعتبارك أيام ملف الجامعة العربية كنت نسيق تماما الصلة مع السودان في الموقف ده، عايزك تقول لي رؤيتك لحل الموقف السودان ورؤيتنا للحل مع أفريقيا السودان. أعتقد في البرنامج فقرة خاصة بالسودان وهي الدولة الوحيدة في دول الدوار والمنطقة ومكان الحياة اللي أشير إليها بصفة خاصة ومحددة. العلاقة بين مصر والسودان علاقة يجب أن تكون علاقة خاصة، والسودان بشطرين، السودان بدولتين، وهذا ما أشرت إليه. ضروري أن يكون لنا سياسة من نوع خاص وفي إطار خاص.